أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. هذه الآية من كتاب الله عز وجل من آخر سورة المجادلة تبين حال أولئك الذين باعوا أنفسهم لله جل وعلا. لم تستوي عندهم تلك القرابات بما دونهم ممن جمعهم الله عز وجل بإخوة الإيمان. كان الواحد منهم لا يبالي أن يقتل أباه أو أخاه إن كان عن الكفر أو كان معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم أو جاء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. مهما كانت هذه القرابة ومهما كانت هذه المنزلة فقرابته من أخيه المسلم أعظم قدرا وأجل نفعا. من هؤلاء الصحابة الذين شرفهم الله عز وجل بأن قدموا ولاءهم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على أهلهم وذويهم ذلك الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، فرضي الله عن الابن وسخط الله عز وجل عن الأب. هذا الصحابي الجليل الذي لم يمنعه حبه وولاؤه وبره بأبيه أن يقف له حينما وقف الأب للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابن مالك ابن الحارث ابن عبيد ابن مالك ابن سالم، وسالم يقال له الحبلى، وذلك لعظم بطنه، وهو أنصاري خزرجي معروف. والده هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق المشهور. وكان عبد الله الابن أشد الناس على أبيه، وذلك لنفاقه وعداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبر بأبيه بعد أن جاء هذا الصحابي الجليل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم إن أذن له أن يضرب عنق أبيه لكثرة ما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه من سادات الصحابة وأخيارهم، وكان اسمه الحباب وبه كان يكنى. وقد شهد رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وما بعدها، واستشهد رضي الله عنه يوم القيامة، فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة متخلبه ومأواه. لقاؤنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من سادة الصحابة ومن خيارهم، بل كان سيد قومه قبل الإسلام وبعده، من سادة قومه قبل الإسلام وبعده، ألا وهو سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الخزرجي الأنصاري كان أبوه سيد الخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وصار أبوه زعيم المنافقين بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابنه عبد الله من نحن نتحدث عنه كان له شرف بين الصحابة وله مكانة بين الصحابة وله قدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يسمى بالحباب،
فغيره النبي صلى الله عليه وسلم فصار إلى عبد الله، فصار عبد الله بن عبد الله بن أبي بن أبي ابن سلول. وهذا تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل فيها: أحسنوا تسميتكم فإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم. وكان حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحد من الصحابة له اسم مذموما كان يغيره إلى اسم أفضل منه وإلى اسم أحسن منه، دلالة على أهمية المسمى وعلى شرف التسمية. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله. وسلول هذه امرأة من خزيمة، كانت أم أبي سلول، فسمي أبوه عبد الله بابن أبي سلول. هذا الصحابي الجليل شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، شهد غزوة بدر وغزوة أحد وجميع المشاهد، حتى انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فشهد أيضا حروب الردة حتى مات في معركة اليمامة رضوان الله عليه. حن قلبي له فاض شوقا إليه، لست أرجو سواه شربة من يدي، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا. كان من عفوه حين حان اللقاء قال: فلتذهبوا أنتم الطلقاء، مصطفى مصطفى منبع للصفاء، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء. اشتهر هذا الصحابي الجليل ببره بأبيه عبد الله بن أبي بن سلول. أباه كان زعيما للمنافقين، لكن لم يمنعه ذلك أن يكون بارا بوالديه، لأنه كان يطبق قول المولى سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فعلى الرغم من أباه كان يعلن عداءه لرسول الله، وقد خاض في عرض رسول الله، إلا أن ابنه كان يحب رسول الله وكان يبارا بأبيه. لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم أباه، جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، لقد بلغني أنك قد أهدرت دم أبي، فإن كنت تريد قتله أتيتك برأسه، ولكن لا تأمر غيري بأن يقتله فأصير بين الناس فتحدثني نفسي بأن أقتل قاتل أبي فأكون قتلت مؤمنا بكافر. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا بالرحمة المهداة، يقول له: لا، بل نحسن صحبته ما دام معنا. فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن زعيم المنافقين، وما كان له من مواقف بسبب ابنه هذا الصحابي الجليل سيدنا عبد الله. وعندما مات أبوه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات، فأعطني قميصك حتى أكفنه فيه. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه له، ثم سأل رسول الله أن يستغفر له. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يشرع في الاستغفار له، فقال له سيدنا عمر، أمسك بطرف ثياب رسول الله وقال: يا رسول الله، على عبد الله بن أبي، أتستغفر له؟ وقد نهاك الله عن الاستغفار له. فقال: أنا بين خيرتين
أو في رواية إنما خيرني ربي، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وأنا سأزيد فوق 70. ثم طلب ابنه عبد الله بأن يصلي رسول الله على أبيه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فإذا بسيدنا عمر: يا رسول الله، على عبد الله تصلي القائل كذا وكذا يوم كذا وكذا. فجاء النهي من المولى سبحانه وتعالى بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. فريع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ورود النهي. وفي ذلك يقول الإمام الخطابي: إنما فعل رسول الله مع عبد الله بن أبي بن سلول ما فعل لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم مع من تعلق بطرف من هذا الدين، أي إذا كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان ينطق بالشهادة، فلكمال شفقة رسول الله مع من تعلق بطرف من الدين كان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تطيبا لقلب ابنه ولخاطر ابنه عبد الله عندما سأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاستغفار لأبيه وللصلاة عليه، لأنه إن لم يفعل رسول الله ذلك لكان سبة لابنه وعارا على قومه. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الطريقين، فشرع في الاستغفار له وأراد أن يصلي عليه، وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم حتى ورد النهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل، أراد أن يفعل ذلك قبل ورود النهي حتى لا تصيب ابنه سبة على ذلك، وحتى لا يعاير قومه به، حتى جاء النهي من الله سبحانه وتعالى لذلك. وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله ما فعل إلا لأسباب 3. السبب الأول: لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان قد طلب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما أخذ ينازع الموت خرج إليه الحبيب المصطفى وأخذ يلاومه، فقال: يا رسول الله، ليس هاهنا العتاب وهو الموت، فإن مت فكفني في قميصك الذي يلي جلدك واستغفر لي ثم صل علي. فكان تلبية لطلب عبد الله قبل وفاته بأن النبي صلى الله عليه وسلم حقق له ما كان يتمناه قبل موته. خاطر ابنه عبد الله الذي جاء إلى رسول الله وطلب منه ذلك، لذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطيب الخواطر، حتى قالوا: من كان جابرا للخواطر أدركه الله ولو كان في جوف المخاطر. السبب الثالث: أن عبد الله بن أبي بن سلول لما قدم سيدنا العباس إلى المدينة بحثوا له عن ثوبا فلم يجدوا ثوبا في مقاسه غير ثوب عبد الله بن أبي، فخلعه عبد الله وكساه لسيدنا العباس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على ذلك، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل معه من ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى قبره. فعندما أرادوا دفنه جاء ابنه عبد الله: يا رسول الله، ألا أتيت أبي عند قبره؟ فإن لم تفعل لسببنا به. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره فوجد الناس قد أدخلوه إلى حفرته، فقال: أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرجوه له، فتفل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو نفث عليه النبي من ريقه،
وليس ذلك إهانة لعبد الله، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع ريقه على عبد الله رجاء البركة من حضرته، بأن يخفف الله عنه العذاب في قبره ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كساه النبي ثوبه، ثم أراد أن يستغفر له، فحدث ما حدث من سيدنا عمر كما ذكرنا. فهذه هي رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن أبي على الرغم مما كان يحمل من عداء لرسول الله، وعلى الرغم من أذيته لرسول الله وللمسلمين، إلا أن رحمته صلى الله عليه وسلم قد أحاطت به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة للمنافقين ورحمة للطيور والبهائم والحيوانات. فقد كان صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين بالهداية، ورحمة للكافرين بالأمن من القتل بتأخير العذاب، ورحمة للمنافقين بالأمن من القتل، ورحمة للطيور والبهائم والحيوانات بالشفقة إليها والإحسان إليها. وهذه هي حسن الصحبة، ما نجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فعل ما فعل مع عبد الله ابن أبي تطيبا لخاطر ابنه عبد الله، هذا الصحابي الجليل الذي كان من سادة الصحابة ومن خيارهم رضي الله عنهم أجمعين. كما عشت والشوق بي هو حبيب النبي، مذ كنت طفلا صبي، قلبي وروحي في دار بالغ العلا بكمالي، كاشف الدجى بجمالي، حسن الجميع خصالي، صلوا عليه وآله. هو سيدي المصطفى، هو قدوتي وكفى، هو من غدا ذكره لحما بكل الشفاء، بالغ العلا بكمالي، كاشف الدجى بجمالي، حسن الجميع خصالي، صلوا عليه وآله. أما عن وفاة هذا الصحابي الجليل، فقد قلنا سابقا بأنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، وكذلك أيضا حضر حروب الردة، فكانت وفاته رضي الله عنه يوم اليمامة، هذه المعركة التي مات فيها كثير من المسلمين، وخاصة من حفظة القرآن، هذا السبب الذي جعل سيدنا أبو بكر يجمع القرآن في مصحف واحد. فمات رضي الله عنه في غزوة، في معركة عرفت باستشهاد كثير من صحابة رسول الله، فقد نال الشرف وقد نال الفضل وقد نال الخير بجهاده في الإسلام وبتمنيه للشهادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق أبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فقد كان يبتغي الشهادة في سبيل الله، فلم يقصر ولم يتراخى ولم يهمل في معركة ولا في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان له نصيبا في ذلك، حتى صار من الشهداء المقربين ممن قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنعم هذا الصحابي عبد الله، وحسن رفيقا للأنبياء
وللشهداء وللصالحين وللصديقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا في درجتهم، وأن يبلغنا منزلتهم، وأن يرزقنا الاقتداء بهم، وأن يمن علينا بحبهم والتعلق بهم والاقتداء بهم في عبادتهم وفي أحوالهم مع الله سبحانه وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من أروع ما في حياة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أنه وقف على باب المدينة يمنع أباه من الدخول إليها، ويمنع أباه من الدخول إلى بيته، وذلك بعد أن قال الأب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذليل وأنه هو العزيز، وكان يريد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى المدينة. فحينما علم الابن وقف على باب المدينة لكي يمنع أباه، وقال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تعلم من الأعز ومن الأذل. ورغم هذا الموقف الذي يتألق سموة وروعة، رغم هذا الموقف المتألق، فإن هذا الصحابي الجليل بعد أن مات أبوه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يكفن أباه في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ويستأذنه أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه، واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المطلب من هذا الصحابي الجليل تكرمة له، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة هذا المنافق الكبير وكفنه في ثوبه وصلى عليه حتى جاء أمر الله عز وجل بعدم الصلاة على المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الصحابي الجليل الذي عاش لأبيه ضد ما كان يفعل الأب مع النبي صلى الله عليه وسلم عاش واقفا لأبيه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم أذاه، ولكن عاطفة البنوة دفعته لكي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له بعد مماته. فرضي الله عن هذا الصحابي الجليل وجعل الجنة متقلبه ومأواه، والحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.